قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار إن الوزارة حريصة عند إنشاء المناهج الدراسية الأكاديمية بكليات جامعة الجلالة على ربطها باحتياجات سوق العمل، مشيرا في لقاء خاص مع إكسترا نيوز إلى ضرورة جعل المناهج تخاطب الكفاءات والمهارات في السوق. بنتكلم على حوالي أكثر من 50 برنامج في 15 كلية. الجامعات الحديثة وهي بتفصل البرامج بتفصلها في ضوء احتياجات سوق العمل، يعني لازم نكون عارفين كويس قوي الطالب اللي هيلتحق بهذا البرنامج فرصه في العمل ايه، وعلى ضوءه بنقدر نفصل البرنامج. وهنا التواصل اللي في العالم كله ما بين سد الفجوه ما بين الدراسه وما بين احتياجات الفعليه لسوق العمل. يعني هديكي مثال، هل كل من اللي بيتخرج من كليه الاعلام يصلح ان يكون مذيع؟ مش شرط. هل كل اللي بيتخرج من كلية الحاسبات والتجارة وإدارة الأعمال يعمل على طول في وظائف في بنوك أو في جهات مصرفية؟ نفس المشكلة موجودة في العالم كله مش عندنا بس في مصر. ليه؟ لأن لو إن احتياجات سوق العمل بتختلف شوية عن المناهج الدراسية الأكاديمية، ولازم يكون في مهارات وجدارات يكتسبها الطالب أثناء دراسته تؤهله إلى سوق العمل. ومن هنا جت البرامج الدراسية اللي بتخاطب الكفاءات والجدارات والمهارات التي يحتاجها سوق العمل. احنا خدنا بالنا في الجامعة دي واحنا بنفصل المناهج بتاعتها على مستوى العالم مش على مستوى مصر بس، اشتغل فيها حوالي 150 ل 160 أستاذ عالم في كل المجالات بيعملوا ليل نهار علشان يفصلوا المناهج الدراسية في كلية زي كلية الدراسة العلوم الإنسانية والاجتماعية، كلية إدارة الأعمال، كلية للعلوم، كلية للفنون والتصميم، كلية للعمارة، الهندسة، علوم الحاسبات والذكاء الاصطناعي، كليات للطب، طب الأسنان، الصيدلة الدوائية والتصنيع الدوائي والإكلينيكي، مستشفى ضخم جدا 400 سرير على مساحة 16 ألف متر.